مايلاتش يخلع برا بليل شو شومسكي هو يجاوب العيبات شو هذا شو مسكي شوش مسكي كي دكرا واو هاد المخدرات الخوت اول مره كتبداهم الله يسر كتبلا بهم شوفوا العواقب ديالو الخوت فاش كتبدا تستعمل واش كدير شوش مسكين ما عقلش على راسو اش كيدير يعني نهائيا مايس واو وبالنسبه للدريات راه كيمارسوا الجنس على قبل جرعه واحده تمارس مع اي واحد الجنس هنايا باش يعطيها هاد الكبره واحد الجوجه خوش يضربوا شو يضربوا شو هما جايين لهم بوليس كما قلت لكم الدريه دابا راهي مع داك خونا درو ملي كتوصل لديك المرحله عارف راسك صافي راه حياتك راه مشات شو دي امريكان هادي ولا شنو السلام عليكم الخوت معكم امين سكيليبي في الفيديو الخوت غنوريكم الجانب المظلم ديال امريكا دابا حنا كنتواجدوا في مدينه بوسطن غنمشيو لواحد البلاصه الخوت اللي كتخلع اقسم بالله ما كيدخل لها شي انسان عادي خليكم معنا حتى غتشوفوا كلشي في الفيديو ولا عجبكم الفيديو الخوت ما تنساوش ديروا بارطاج ولايك وديروا سبسكرايب للقناه يلا نبداو الفيديو ان شاء الله ساكن هذوك الناعسين شوش الله يلا هادشي كيخلع برا بليل شوش مسكين هو يجاوب العيبات شو هذا شو مسكين شو الناس اخو شوش شو الله يسر شو ترى شي كيخلع واحد قارب تشوش شو دي امريكان هادي ولا شناهي ين باش لي امريكان شوش المهم الخوت راه كاين اللي كيخدم باش يجيب فلوس ديال المخدرات اللي كيدق في النار وبالنسبه للدريات راه كيمارسوا الجنس على قبل جرعه وحده تمارس مع اي واحد الجنس هنايا باش يعطيها هاد الكبره واحده انا غامرت اخوت معاكم يا الله اش بغيت ناتشوم شوف 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 خوش غنعوج الجهه اخرى هادي بانت هي البلاصه خطيره شويه هاد البلاصه شويه خطيره نعوج الجهه في الاول اخوت كيبداو الشمان شويه ما كيبقى يدير لهم والو الخوت يعني كيولوا مضطرين انهم يدقوه كبره باش يمشي نيشان معدم الله يسر ومي كتوصل لديك المرحله عارف راسك صافي راه حياتك راه مشات شوف العواقب ديالو الخوت فاش بدا تستعمل واش كدير شوف واه الله يسر هادشي كيخلع واحد قرب ليا مسكين ما عقلش على راسو اش كيدير كاع نهائيا الله يسر يا ربي السلام يا ربي السلام يا كلشي بالفو كلشي الكار كلشي مقرقه كلشي شو هذا مسكين شو مساكن اخوش هذا شامش ناس نقيين الصراحه والله شي نقيين مساكن وخارجين على راسهم ترى كيبيع لهم راه شي الميكا خونا والله حتى كيبيع لهم راه شي الميكا راه بالنسبه للدوله الخوت راه دايره خدمتها كاينه واحد البلاصه سميتها الشالتر يقدر يمشي ليها اي شخص من هاد الناس اللي كتشوفوا فيهم يبات فيها وياكل ويشرب ويعوم ويقدر يدير اي حاجه ويبات تمايا وكاين السخونيه وكاين البروديه وكاين كلشي المهم الخوت هاد الناس هما باغين هاد العيشه هادي علاش لحيت لا دخلوا لذاك الشالتر خاصهم يحبسوا المخدرات ممنوع تستعمل المخدرات في الشالتر داكشي علاش كيفضلوا انهم يبقاو في هاد الخيمات في الزنقه ويعيشوا في الزنقه الله يسهل ودابا حاليا راه باقي الحال شويه سخون يعني مي غيبرد الجو الخوت تخيلوا معايا كتكون ناقص 14 ناقص 15 وكيباتوا في دوك الخيم شو هذا الخوت شو هاي ضربه شو هاي ضربه
شو بغا يضربها شو بغا يضربها. هما جايين اليوم بوليس. راه الدري مسكين كيدك راه هاد مول الحمار هذا راه كيدك مسكين. All right, I'm just gonna ask you like a couple questions, like, and you can answer me if you don't mind, okay? I don't mind. All right, brother. So how do you become homeless? When you fuck up, you go to jail, you go to prison, you lose everything, you know, and you have nowhere to go. Okay, like, brother. You lose everything from the start, you know. I'm trying to work from back from scratch. Like my cousin Annie said, you know, get back from here, you know, get your $6, take the bus back home to Lynn. And I stay there with her. And what kind of drug you using, brother? If you don't mind me asking. Well, when I use. Yeah. Crack, man. Crack, right? Yeah. So. Crack is cheaper than meth, right? Yeah, I think. I don't know, man. You know. And how do you feel when you use that? I feel lousy. It's like, lousy, bro. It's fucked up. Can you like stay away from it? Like, can you get away from it? I want to get away. I want to get the $6 so I can go back home. You know, back to take the bus and go home. That's all. Are you sure? I'm gonna give you the money, but you're not gonna use drugs, no, right? I promise. How long did you stay in prison? 4 years. 4 years? Damn, bro. How does it feel inside the prison? It's crazy. Sucks. You gotta go by everybody's rules, the rules and shit, you know? Wow. That's crazy. Yeah. خوت نحاول نترجم لكم داكشي اللي قال داك السيد بلا ما نبقى نكتب لكم الترجمه بالعربيه. اول حاجه خوت سولته يعني قلت ليه كيفاش وصلتي لهذه الحاله كيفاش وليتي هومليس. قال لي بانني راه زباليتها ودخلت للحبس وضرب 4 سنين ديال الحبس. قال لي يومي خرجت ما لقيت لا خدمه لا والو ووليت كنستعمل هذا الشيء يعني كذب عليا واش فهمتيني ولا لا. يعني اول حاجه ملي كتخرج من الحبس تقدر تلقى خدمه يعني تقدر ديليفري بيتزا تقدر دير اي حاجه غير هما ديك الخدمه ديال الاداره وداك الشيء راه ما تقدرش تخدمهم يعني حاجه اللي عاديه. ثاني حاجه خوت هو باقي كيستعمل وكذب عليا قال لي لا انا راه مابقيتش كنستعمل راه باغي هاد الفلوس غير باش نمشي نشد الطوبيس ونمشي عند عمتي وداك الشيء. انا عارفو كيكذب ولكن عطيتو الفلوس الله يعفو عليه في هاد النهار. والمهم الخوت كنتمناو ان شاء الله حتى واحد ما يوصل لهاد الحاله هادي. راكم شفتو كلشي بعينكم. اصحاو شويه راه قبيله كانوا ناعسين. الله صحيح كيخرجوا على راسهم وحق الله العلان. شو هاد الدريه باينه فيها ماشي شي شمكيره. شو راه مسكين كيدق راه شو راه كيدق راه شو ترى هادشي كيخلع وحق الرب لينا. يا ربي السلامة يا ربي. والله هاد الدرية والله ما باينة فيها مسكينة شمكار. شو مسكينة هاد السيدة كتجمع في البوينتات ديال الكار الله يستر. هادشي كيخلع على الخوت والله الا كيخلع برا. شوف جيب لا والو شو 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 ناري خوت والله الا غندوز من هاد البلاصه ومخلوع وحق الله العلي العظيم. والله الا مخلوع وحق الرب العلي العظيم. ولكن غنقرب ليكم على قبلكم الخوت والله الا غنقرب على قبلكم. اما نورمال مورا ماشي ساهله باش تدوز من هنا. شوف 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 شو وجوه البخته شوف اش كيدايرين شوف 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 خو شوف كيدقوا اصاحبي في وسط مسوقينش نهائي. نمشي هنا صافي شو مسكينه شوف مايس واو والله يا هادشي كيخلع الخوت وحق الرب العلي العظيم. انا غندور على اللي من عاوتاني راه بانوا ليا واحد الناس جالسين تما. شوف 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 كلشي كيدق البراواش الخوت شوف شو مسكين هذا شوف واو الله يسر الله يسر الله يسر برا شوف الخوت شوف هاو مسكين كيدق راه واو شوف شوف هذا شوف هاز البرا في يدو الخوت عرفتي هاد البلاصة والله ما تقدر تدخل بالرب العلي العظيم. تخيل دابا تيجي شي واحد يغفلك يدق لك شي برا في عونك كلشي العيب. تخيل شو شو الناس درياش ودراري شو شو كلشي كيدق كلشي
يا في السلام يا صعبة. شوف اخونا علاش قال لي سميتو، قال لي زعما واش نبيع لك زعما واش فهمتيني بغى يبيع لي. مشكله الخوت ديال هاد المخدرات راه ماشي بحال المعجون ولا القرقوبي ولا السيليسيون ولا داكشي اللي على بالكم. هاد المخدرات الخوت اول مره كتبداهم الله يسر كتبلى بهم، يعني ما فيهاش غرام ديال الشك. اول مره كيبداهم الواحد اغلبيه كيكون سكران، يعني ما عقلش على راسه، يعني كون كان صاحي انا متاكد 100% لحيت اللي كيشوف هاد الناس راه ما يقدرش يستعمل هاد المخدر، ولكن ملي كيكون بنادم سكران كيقدر يدير اي حاجه. ملي كتبدا هاد المخدرات الخوت صافي كيمشيو لك مع الدم، ما كتقدرش تعاود تفارق معاهم. الخوت كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا بارطاج ولايك الخوت، وديروا سبسكرايب للقناه، وما تنساوش تخليو شي تعليق وتقولوا لنا كي جاتكم التجربه، واش بغيتونا نبقاو ندير لكم تجارب بحال هادو واش عجبوكم ولا لا. يلا المهم خوت نشوفكم في شي فيديو جديد ان شاء الله.